السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن القتل قديما وحديثا. في نبات اسمه نبات الشكران، ده تابع للعائلة الخيمية. النباتات متقسمة عائلات ورتب وأجناس، فالعائلة الخيمية منها نبات اسمه الشكران. النبات ده بيحوي مادة مهمة اسمها الكونين. المادة دي شديدة السمية، وبتتكون من 8 ذرات كربون، 17 هيدروجين، وواحدة بس نيتروجين. نيرون استخدم عصير النبات ده في قتل أخوه غير الشقيق، وده نفس السم اللي قتل بيه سقراط بعد أن يعني أرغم على تعاطي هذا العصير السام لقتله. في طرق قتل غريبة جدا استخدمها بعض الحكام. معروف أن الهيدروجين خفيف، والكلور مع الهيدروجين بيتحدوا بس في وجود الحرارة، ولما بيتحدوا بيحصل نوع من الفرقعة يعني. فبيجيبوا منطاد بالليل ويملوه بالهيدروجين والكلور وبيربطوا الضحية فيه، وقبل الفجر بسويعات قليلة بيبدأوا يطلقوه. يطلع عدة كيلوات، تطلع الشمس تسخن المنطاد، فيحدث التفاعل مصر الحرارة ده بفرقعة، وينزل الغلبان ده من كيلوات عديدة وينزل يتفتت. وفي طرق تانية للقتل باستخدام السحق بمرور الأفيال على جسد الضحية. وفي طرق قتل تستهدف تعذيب الضحية، مش قتله بس، تعذيبه لفترات، ومن أخطرها ما حدث مع المسلمين في أسبانيا، وده يطول شرحه، موجود لمن يرغب في الاطلاع عليه. أحدث طرق القتل الحديث بتستهدف ضمنا مش قتل الضحية بس، ضياع الحقيقة وعدم معرفة الجاني، رغم أنها بتكلف كثير من المال واحتمال كبير بتقوم بها الدول أساسا. هي طريقة القتل بعنصر البولونيوم المشع 210. لو جبت مئات فقط من النانو جرام، كميات غير مرئية. هو البولونيوم المشع 210 ده من عائلة الكبريت في الجدول الدوري، لما يصل للضحية بيتغلغل بسهولة فيروح لكل خلية. لو وصل 7 ذرات بس من البولونيوم ده في كل خلية، بتنتج بدورها ذرات الهيليوم لما بتفك مادتها وتطلع الإشعاع، وده بيتم بجزء من سرعة الضوء، فتخترق البنى الحيوانية الخلية وتقتلها، ومن ثم يموت الضحية. تم اغتيال المنشق الروسي لتيفينكو في عام 2007 في لندن، وده كان بيعمل في جهاز الاستخبارات الروسية بعد إضافة العنصر المشع لكوب من الشاي قدم له في الفندق اللي كان يقيم به في لندن، واتضح اعتناقه الإسلام سرا، حيث طلب عند احتضاره دفنه بمقابر المسلمين، وقد تحقق له هذا بعد الصلاة عليه بمسجد لندن الكبير. لانتشار وسائل الاتصال الحديثة والنت، استخدم أحد القتلى منصة الفيسبوك ليبث على الهواء عملية قتل إنسان، وسميت القضية سفاح الفيسبوك. بعدها توالى بعض المنتحرين برضو بيبث انتحارهم على الهواء مباشرة، ومعظم الحالات اللي سجلتها مراكز السمو والمستشفيات كان حالات الانتحار نتيجة تناول المبيدات الحشرية، للأسف متاحة للجميع ولها مفعول سريع على الجهاز العصبي. أما حالات الانتحار في الدول الصناعية بتتم غالبا بجرعات كبيرة من الأقراص المنومة، ومعروف الانتحار، اللهم احفظنا وذريتنا، من أكبر الكبائر. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، النساء 29، ولله في خلقي شؤون. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.